السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. معاكم جهاد محمد صلاح، اخصائي التخاطب وتنمية مهارات. هنتكلم مع اولادنا عن اسم من اسماء الله الحسنى، هو اسم الله الوارث. اسم الله الوارث، الوارث هو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائها، والله عز وجل يرث الارض ومن عليها، وهو خير الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل. تمام. قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، سورة الرحمن الآية 27. تمام. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة قدرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. تمام. ده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنحكي قصة توضح الاسم أكتر، أو توضح اسم الله الوارث. قصة اسمها القبور الثلاثة. القبور الثلاثة، يحكى رجل حفار فيقول: حفرت قبرين. اللي بيحفر، حفار بيحكي عن قصة، حفر قبرين، وأثناء حفري الثالث اشتد علي الحر، الحر كان جامد قوي، فألقيت كسائي وجلست، فبيننا أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين، فوقف عند القبر الأول، فقال إحداهما لصاحبه: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحول إلى القبر الثاني وقال: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحول إلى الثالث قال: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: فطر في فطر، مقدار فتحة أصبع الإبهام والسبابة. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا إلى على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قالوا: إنسان سقاء ذو عيال ولم يكن له شيئا، فجمعنا له، فقلت: ردوا الدراهم على عياله ودفنته معهم. ثم أتى بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فجاءوا إلى القبر الذي قال مد البصر. قلت: من ذا الرجل؟ فقالوا: إنسان غريب مات على مزبلة ولم يكن معه شيئا، فلم أأخذ منهم شيئا ودفنته. وقعدت أنتظر إلى العشاء، فأتى بجنازة مهيبة لإمارة رجل عظيم من رجال الشرطة، فسألتهم الثمن، فضربوا رأسي ودفنوها رغما عنا. تمام. رغما عني. تمام. يبقى مين الوارث؟ ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. دي قصة القبور الثلاثة، وده اسم الله الوارث. تمام. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد واسم جديد من أسماء الله الحسنى. مع السلامة.